التواصل بالنسبه للتظاهره ديال السباق على الطريق 10 كيلومتر اللي منظمها نادي الامل الصويري لالعاب القوى. وهذه التظاهره اللي احنا اليوم في النسخه ديالها السادسه، وللاسف اللي كعرفت واحد الانقطاع المده ديال الجائحه، ولكن احنا اليوم كنعود بواحد النفس اللي هو جديد. وتقريبا وصلنا ل 400 مشارك لحدود الساعه ما بين اناث وذكور من المحترفين وكذلك الهواة من داخل المغرب وخارج المغرب. ومازال كنتوصلوا باتصالات الاشخاص اللي باغين يحجزوا الارقام الترتيبيه ديالهم في السباق ان شاء الله ديال غدا. بالنسبه للتسجيل بدا البارح على الساعه 3 زوالا وغيستمر حتى الحدود اليوم مع 12 ديال الليل. وكنأكد على انه تسجيل يعني مجاني، ما فيه حتى شي مبلغ بالمقابل، بالعكس بان المتفوقين ان شاء الله قد يحصلوا على مجموعه ديال جوائز ماليه بالنسبه للمراتب الثلاثه الاولى. التسجيل كاين في الساحه المقابله للعمله واللي هي نفس المنطقه اللي غادي ينطلق منها السباق ديال 10 كيلومتر على الطريق. هاد التظاهره غادي تكون واحد التظاهره اللي هي مميزه، خاصه بان عرفات واحد المجهود اللي هو قوي واللي حاول انه يعطي للصويره واحد النفس جديد، خاصه من الجانب السياحي. واللي اليوم حنا كنشوفوا بان مدينه الصويره كتعرف الولوج ديال مجموعه تاع المصطافين، واللي ما يمكنش شي واحد منهم يدوز ولا يرجع وما يشوفش المنصه ويتساءل على طبيعه التظاهره وشنو فيها وحتى الامكانيه ديال المشاركه. يعني واحد النوع من تشجيع المصطف على انه يجي لهذ المدينه ويلقى فيها تظاهره اللي هي رياضيه والتي قليل اللي كنشهدوها في هذه المجالات هذه. كنشكروا جميع اللي شارك من قريب ولا بعيد في الانجاح ديال هذا العرس الرياضي ديال الفريق الامال، واللي ما غادي يزيدوا الا واحد المرتبه اضافيه في يعني في لائحه الشرف ديالو ديال الانجازات اللي قام بها هذه سنوات. كنشكروا العماله، كنشكروا السلطات بجميع الالويه ديالها، رجال الامن، المجلسين البلدي والاقليمي، كذلك مندوبيه السياحه، مندوبيه الثقافه، واكيد المستشهرين اللي حتى هما عطاو واحد النفس جديد لهذه التظاهره بانها تخرج للوجود وتعطي للصويره واحد الحله جميله وبهيه وتعطيها واحد الروح ونفس رياضي اللي كينضاف على النفس الموسيقي والفني واللي كتميز به هذه المدينه الجميله. يعني بغينا نطلبوا منك استاذه جليله كطرف منظم، بغينا نعرفوا السيركوي بالنسبه للسيركوي، واخا تنظن انه ماشي المجال ديالك ولكن غير نبدا. اللي حصل هو اننا حددنا واحد المسار بدايه، ولكن للاسف وخوفا من العرقله ديال السير وخاصه حنا في واحد موسم الصياف تم تغيير ديال هذاك المسار، وحنا لحدود الساعه باقيين كننتظروا المسار النهائي بالتنسيق مع رجال الامن مشكورين على هذا المجهود اللي تيقوموا معنا. والانطلاقه؟ الانطلاقه غتكون من امام الساحه ديال العماله اللي فيها سواء المنصه ديال التتويج. توقيت؟ توقيت ان شاء الله نهار الاحد ابتداء من الساعه 9 صباحا. كنشكرك استاذه جليله على هذا التوضيح. شكرا لكم.